ديمتري من روسيا حب الموسيقى العربية وتغرب وجاب هو وزوجته كايرو عشان يتعلم العود الموسيقى العربية. نبغى نسمع منك حاجة يا ديمتري. أنا هي رسمتها يا حبيبي. إيش تسمع؟ إيش بتعزف لنا؟ ممكن سمعكم عبد الدار ان شاء الله عبد الدار. طيب متى شريت اول عود؟ يو باي 1 تست
غني. سنة ست سنوات قبل أو؟ سنة ستة ولا سبعة. ست سنوات سبعة. ستة ولا سبعة دا لاود سوري. بس دا لاود سوري تاني. هذا إبراهيم سكر وهذا إبراهيم كبة. شفته. بزبط بزبط. هاي سورية جميلة جميلة. طب أنت يوم جيت هنا مجتمع روسي. روسيا. عمكم. الفضل. يعني احسن مبروك والله ما شاء الله لايك يعني ايوه ميوزك وكذا بالذات ما شاء الله if your mother sees your mama what you said to your mama السلام عليكم امي كيف حالك حبيبي ايش حصلت what you get في روح روح في الموسيقى كبير كتير تعلمت كتير من الموسيقى الأصدقاء عزفت حفلات عميل أبو زكري أبو زكري مع بزر محمد عنتر عزفت معه ولا إن شاء الله إن شاء الله محمد عنتر هو أخو العازف سعيد مصطفى مصطفى سعيد طيب لو أنا أعزف حاجة تعزف لنا حاجة حق الأستاذ نصير شامل إيش اسمها؟ Thank you.
شكرا جزيلا استاذ. شكرا جزيلا استاذ فاضل. It was nice meeting you. شكرا على اللقاء. We first met at Mike Suits Forum. إن شاء الله. ديمتري صديقي قديم مايك أوز وكذا. في النهاية أنا أقول إن بيت العود مش بيت العود العربي، بيت العود العالمي. وأنا أشكر الأستاذ نصير إن فتح البيت وعلم الناس وعلم العالم ومستقبل الناس من كل العالم اللي محبين العود ومحبين الموسيقى ومحبين الفن. البيت ما شاء الله مليان. يا سلام يا سلام يا باشا. مليان أصدقاء. شكرا ديمتري. شكرا. إن شاء الله نلتقي في روسيا. إن شاء الله. Dimitri. Tune for tune sol re la fa sol re la fa fa zai laut zai laut قرارات العود من غير الفا من غير الدو من غير الدو. هذا صناعة الأستاذ عمر فوزي. فكرة الأستاذ نصير شمة عشان يكمل عائلة العود يسوي عود باس سوبرانو ديمتري تموا بالموضوع وعزف العود الكونتر باس. اسمع شيء الأستاذ عمر فوزي عشان نتأكد من المعلومة ومن قياسات العود وبرضه نثبتها له أنه هو اللي عمل الآلة هذه. يعني أستاذ عمر فوزي احنا شاكرين ونقبل إيدك على العمل هذا الله يوفقك إن شاء الله. شغل جميل جدا ديمتري. أنت جميل يا باشا والله. أنت عود جيتار كنتر باس ما شاء الله. يلا سلام حبيبي. سلام. يلا بس قلت الحين وفي وسط مكان حبيته كثير. حبيت اني اجي اقعد وياهم. الشباب هذول الجماعه هذول احسن ناس تلاقيت وياهم وشفت الطيبه فيهم وشفت الخير فيهم. ام احمد ايش تقولي عن شباب الشباب كويس جدا ومتعلمه كويس قوي. ايوه قولي ما تستري قولي اللي بنفسي كلهم يعني قولي اللي بنفسي كلهم. وشباب يعني بصراحه كلهم محترمين وكويسين وبيتعلموا على يعني على طول. الله يعني حفلات بنعملهم هنا يعني حفلات التخرج وكده. يعني الحمد لله كلهم ناس عايشين. ام زينب هنا هي مشرفه الاعرابي. تفضل. الطلبة هنا كويسين جدا محترمين. كفاية ان هم محترمين يعني يحبونا الحركة ويعاملونا كأن أمهاتهم. انتم نفس الشيء. انتم خواتم. احنا مجموعة يعتبر برضه.
غمست فيكم الطيبة هذا هنا وعشان كذا احنا هنا عمال لا 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 احنا اخوان الحمد لله احنا اخوان كلنا نساعد بعض وكلنا نتعلم من بعض في حفلات حلوة ابو احمد الحيوي الله هو بالنسبة لبيت العود يعني هو بقادة السوفي سوشيال وهو أخ عزيز من العراق ويعني صراحة هنا الشباب كانوا مصريين أو من السودان أو من أي دول عربية فهنا كلنا أجنبية فينا دول أجنبية يعني البيت هنا من أجمل حاجة فيه هو عامل ترابط أسري بين بين جميع الدول العربية والأجنبية وده بيمثل يعني برضو حاجة مشرفة لمصر إن في حد هنا في مصر أو في لسه البلد أو العالم العربي بيولد كل يوم ناشئين وبيولد كل يوم فنانين وهي إن شاء الله بإذن الله يعني العالم العربي ومصر ولدين إن شاء الله. مصطفى المصطفى أحسن واحدة تسوي شاي. كيف الشاي اللي هنا في بيت العود؟ وبعدين يعني بيجوا من كل البلاد يعني عندنا هنا اجانب بيجوا وعندنا من السودان وعندنا من يعني من الاردن من العراق وكله لا شامل احسن حاجه فيه ان هو شامل من كل البلاد ومجمعنا مع بعض يعني متجمعين مع بعضهم كاسره واصحاب واصدقاء حلوين قوي الحمد لله الحمد لله والاستاذ نصير رائع الله يخليه يعني الله يبارك له صراحه يعني مخلم يعني معاهم بكل حاجه هذه دايما انا اقول وبيقف جنبهم وكل يعني اي حاجه هم عايزينها الاستاذ نصير شبه بيقف جنبهم قوي انا ودي ان اللائحه اللي بره تتغير من بيت العود العربي لبيت العود العالمي لأني شفت هنا كثير من روسيا كله من كل مكان كل مكان كل الدول وطلعنا والله عملنا حفلات تخرج لشباب دلوقتي اساتذه وبيسافروا بره وبيجوا هنا برضه يدرسوا يعني عمل طلع اجيال طلع برضه ناس كويسه سويت مقابله مع المتري وان شاء الله مع البلجيكي وان شاء الله مع الجمال شفتهم برا؟ شفتهم بيت العود العالمي مش العالمي العربي والعالمي فعلا يعني هو ممكن تبتش عليه لانه فعلا شاب من كل الناس اللي هنا والاجنبيه والعربيه حلوه اسره حلوه جميله شكرا وبرضه يعني الشكر الاول والاخير للاستاذ نصير هذا جميل جميل على جميله جميل والله بيحب قوي الطلبه بتوعه بيحب يريحهم من اي شيء كان هم عايزينه بصراحه بيقف جنبهم لانه هو حس كان طالب هو اول كان بيحس بالطالب صح من اول اي يعني من العود لاي شيء هو عايزه بيقف جنبه من اي من كل حاجه وجنبنا كعمال بصراحة أسرة واحدة الحمد لله يعني صراحة ناس كويسة أنا شاكر الجماعة الدقائق الحلوة هذه وراح نروح مكان ثاني ونصور بيت العود